هو بالنسبه لتركيب الجهاز طبعا دكتور محمد سند هو الكيميائي هيتكلم عن تركيب وفكره العمل لان هو اكتر تخصص مني في هذا المجال، لكن انا اتكلم على الحالات. انا كان وظيفتي ان انا ملازم للحاله 24 ساعه كطبيب مقيم قدام الحاله، وكنت بتابع التغيرات على المريض واللي كان بيحصل له، وكنت برى بنتائج بنفسي يعني، وكنت بشوف نتائج مثاليه بصراحه تقترب نسبه 100% بالنسبه للفيروس سي، وايضا بالنسبه للايدز لان احنا عالجنا برضو حالات الايدز مش فيروس سي بس. الايدز حالات الايدز وصلنا لنسبه 100% وفيروس سي وصلنا لنسبه 95% عن طريق هذا الجهاز، نفس الجهاز. يعني نسبه الشفاء 100% 100% بالنسبه للايدز و95% بالنسبه للفيروس سي. يعني الجهاز الجديد، جهاز القوات المسلحه، بيشفي من الايدز بنسبه 100% والفيروس سي بنسبه 95%. طيب دكتور محمد سند، يعني عايز اعرف من حضرتك، هناك العديد والعديد من المشككين في هذا الجهاز، عايز اعرف بالظبط تفاصيل الجهاز، وحضرتك برضو يعني تعاملت بشكل مباشر مع هذا الموضوع. تمام. هو الاول بسم الله الرحمن الرحيم، انا هتكلم في البدايه عن الكلينيكال ستادي اللي تمت. الكلينيكال ستادي للبحث تمت من 15 شهر وتمت على 4 أطوار. الطور الاول يعني هي التزمت بالمعايير الدوليه للكلينيكال ستادي انها بتمر بفور فيسز او 4 أطوار، 4 مراحل. 4 مراحل. المرحله الاولى على العينات، ان احنا عملنا تجارب على الاف العينات، بدانا نجيب عينات فيها فيروس سي وعينات فيها فيروس الايدز، ودخلنا وقيسنا كميه الفيروس فيها، وعملنا برضو كومبليت بلاد كاونت، صوره دم كامله للعينات دي، وبعد كده دخلناها جوه الجهاز وعرضناها للالكترومغناطيك ويفز وطلعناها وقيسنا كميه الفيروس. طلعت العينات كلها. ده كل ده فندم على مدار 15 شهر فاتوا. ده الطور الاول لسه، انا بتكلم في الطور الاول. المرحله الاولى اللي هي 15 تجارب شهر. على عينات. تمام. يعني في عينات كانت كميه الفيروس فيها بتوصل لملايين، بندخلها نعرضها للويفز بتطلع النتيجه سلبيه. تمام. الفيروس بينزل من ملايين للنتيجه سلبيه. وكنا بنتابع طبعا كل بيختفي، يعني بيختفي تماما من ملايين لنتيجه زيرو. نتيجه زيرو ده على مستوى العينات. تمام. بعد كده الطور الثاني جربناه على الشمبانزي والانيمالز، الحيوانات، حيوانات التجارب، حيوانات التجارب برضو النتائج سلبيه، وكل الحاجات دي معموله بمحاضر ووثائق. الطور الثالث كان بالتجارب على عدد قليل من المرضى. والطور الرابع اللي احنا بدانا فيه وبصدده الان التجارب على عدد كبير من المرضى. بالنسبه للطور الثالث احنا جربنا العلاج على 30 مريض ايدز و50 مريض فيروس سي. العدد ده تضمنه البروتوكول مع وزاره الصحه. النتيجه كانت 100% بالنسبه للايدز و95% بالنسبه للفيروس سي. وكل بناء عليه تمت الموافقه. كل ده موثق، وكل ده موثق طبعا. وبناء عليه تمت الموافقه على الجهاز، وخدنا اللايسنس باننا نبدا نشتغل كقوات مسلحه. بالنسبه بقى لفكره عمل الجهاز، هل اتكلم ولا اتفضل. بالنسبه لفكره عمل الجهاز، احنا بنعتمد ان احنا بندخل اشعاع بويف لينس محدد، طول موجي محدد، ده القدره على فك رابطه كيميائيه في تكوين الفيروس نفسه دون غيره من مكونات الدم. يعني هو الشائع ان الريديشن اللي بيدخلوا، الدراسات اللي اتعملت ان هم لما بيدخلوا اشعاع بيأثر على حاجات تانية، ممكن يعمل دامج على للدي ان اي الخاص بالخلايا، او حاجات تانية مفيده او مكون اساسي من الدم. لا، من خلال الدراسات اللي احنا عملناها لفريق البحث، فريق البحث مكون 72 فرد، قدر ان هم يتوصلوا بقياده سياده اللواء ابراهيم عبد العاطي الى الاشعاع ده اللي هو سيلكتيف لبوند كيميائيه محدده للفيروس نفسه. طيب يا فندم، يعني لما هو الموضوع كده ليه في الكثير من التشكيك والسخريه حول هذا الجهاز؟ في مصلحه مين؟ في مصلحه، هقول لحضرتك، احنا مثلا في حاله فيروس سي في 3 أدوية نزلوا موجودين لفيروس سي، الانترفيرون والريبا والدواء الاخير اللي هو ب 96000 دولار اللي بيتفاوضوا عشان ينزلوا السعر بتاعه بحيث ان هو يكون في متناول الجميع. 3 أدوية دول بيندرجوا تحت قائمه الادويه اللي هي انتي ريترو فايرال، او بتستخدم لتثبيط نمو الار ان الخاص بالفيروس، ودي النتيجه بتاعته مش قويه جدا. يعني نتيجة مثلا الانترفيرون ما بتوصلش 40%، ده غير الكومبليكيشنز اللي بيسببها. طبعا الشركات دي، الشركه الجديده جليد مثلا لما عملت الدواء الاخراني الامريكي ده اللي نزل ال 96000 دولار، حضرتك لما تسوقي علاج زي العلاج بتاع القوات المسلحه يبقى حضرتك بتخسريه فيما يقابل 200 بالظبط. يعني حضرتك شايف ان ده مافيا الادويه، مافيا الادويه هي السبب في ده؟ يعني ده لمصلحتها ان هي تشكك فيه وتنشر الشائعات على هذا الجهاز؟
بتبدا ان هي تجند مرتزقه وتجند ناس بحيث ان هي تبدا تهاجم الاختراع. تمام، احنا ممكن